يمكن الموسم اللي فات كمان كان بدايه ان احنا نعمل موسم قوي مره واحده ناخد كل البطولات تقريبا. السنه اللي فاتت خدت دوري وكاس وكاس افريقيا وخسرت كاس الكوس على يعني حاجات بسيطه جدا، كنت قريب كمان من ان انت ترجع انت خسران المباراه النهائيه. انت خسرت في اخر 30 ثانيه تقريبا من كاس الكوس. بفارق جول، ولو كان الجيم فيه دقيقتين ثلاثه على الاهلي كان هيرجع في النتيجه وكان قادر ان هو يفوز بالمباراه ويفوز بالكاس يعني. لكن اعتقد انه الراجل شغال على احتياجات الفريق بشكل كويس جدا، عنده ميزه مش كتير عند مدربين اجانب، المدرب الاجنبي بيبقى هدفه انه انا عايز العنصر اللي اكسب بيه، لكن الراجل بيبص كويس جدا على قطاع الناشئين، على الفرق اللي تحت، ممكن مين اللي يقدر من اللعيبه اللي موجوده دي. دي نقطة مهمة كمان لأن منتخبات الشباب والناشئين عندنا محققين أعلى مستوى تقريبا، أنت دايما على طول في المربع الذهبي يعني دايما في أول ثلاثة كمان مش في الأربعة، فبالتالي لازم أي مدرب يجي يبص على في القطاعات عندك لأن أنت عندك كنز فعلا يعني. وده هيساعدك في حاجات كتير، أولا إن هو هيخليك إن أنت تستفيد بالعناصر اللي موجودة عندك وتبدأ تهادي بيها المنتخب الوطني، لأنه ده أنت الأهلي والزمالك يعني شاء من شاء وأبى من أبى هما العنصر الاساسي او الدعم الاساسي لكل المنتخبات الوطنيه طبعا في الالعاب الجماعيه تحديدا يعني. لكن انت الاهلي مليء يعني قطاعات الناشئين عنده السنين اللي فاتت دي مليانه بلعيبه مميزه، هو الراجل بيبدا يديهم فترات كتير من ضمن فترات اللعب. انت ما شاء الله عندك قطاع الناشئين طلع لك جون السنتين اللي فاتوا اللي هو عبد الرحمن حميد مصاب دلوقتي حميد دلوقتي بتطلع واحد ما شاء الله برده ماشي بنفس المستوى يعني، فانت لا ما شاء الله ومقدم اداء كويس جدا. انا عايز اقول لك امبارح ان هو ديفيد ديفيس كان حتى عنده استراتيجيه بالرغم من انه لعب مونبلييه فريق كبير وصيف بطل فرنسا خسران الدوري الفرنسي السنه اللي فاتت على مباراه من باريس سان جيرمان يعني هو الثاني لباريس سان جيرمان يعني باريس سان جيرمان منتخب العالم ده منتخب العالم بالظبط حرفيا انت بتتكلم في فرقه تيم فيها عناصر افضل عناصر كرواتيا اسبانيا المانيا هو يعني منتخب العالم في الهاند بول هو باريس سان جيرمان ده حقيقي فخسران على مباراه بالاضافه ان هو كمان السنه دي بيلعب دوري ابطال اوروبا عنده مجموعه قويه جدا فهو بالنسبه له البطوله دي مش جاي ترفيه او ان هو جاي من ماتشات بالنسبه له احتكاك ما هو الاحتكاك ولا اقل يعني لا هو بالنسبه له مركز جدا. احنا شفنا حتى امبارح مدير فني الاجنبي بتاع مدير فني فرنسي بمناسبه هو مدير فني المحلي بتاع الفريق مونبلييه بقى له 30 سنه يعني عنده خبره ده طالع باللعيبه دي باجيال ورا بعض يعني ده حقيقي. انا حتى كنت بكلم كابتن هيثم امبارح في نقطه كانت مهمه جدا انه فيلو لوزيرت اللي هو مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي هو كان من ضمن العناصر اللي كان بيدربها المدير الفني بتاع مونبلييه قبل كده راجل يعني ليه باع طويل جدا في الدوري الفرنسي ومع الفرقه فحافظ تفاصيل الفرقه بحذافيرها قادر ان هو يوظف كل لعيبته. امبارح مخلص الجيم بفول تيم هو امبارح حتى يعني كان طبعا بيحاول ان هو يعمل بيغير بعض عناصره بيريح عناصر اساسيه بيبدا يدي لكن هو يعني يدي لك مثال على ان هو الراجل مركز كل تفاصيل الجيم امبارح وكان هدفه انه يفوز بالمباراه ان هو مخلص الماتش امبارح فول تيم قدام النادي الاهلي بيلعب بكل عناصره الاساسيه قدام الاهلي امبارح. ف يعني تجربه واحتكاك قوي جدا بالنسبه للاهلي اعتقد ان هو ان شاء الله ده هيكون من ضمن الحاجات والعوامل المهمه والمؤثره لان الاهلي السنه دي عنده سيزون طويل جدا في 7 بطولات فانت محتاج كل عنصر من ضمن عناصرك تكون جاهزه وفايقه وقادره انها تقدر تكون تساعدك في المعركه الكبيره دي لان انت مش هتلعب بطوله او اثنين او ثلاثه فخلاص يعني هيكون عندك حتى رفاهيه انك تقدر تغير وتبدل. انت عندك 7 بطولات منهم بطولات احتكاك فيهم مع افضل مدارس العالم، انت هتلعب سوبر جلوب كاس عالم انديه او بطوله عالم انديه شهر 11 مع برشلونه مع وارد نقابل برشلونه كمان في البطوله دي اهو ده حقيقي. احنا نتمنى طبعا اكيد في بطوله كاس الابطال اللي احنا نقابل برشلونه نتمنى ان مونبلييه ما يفوزش باكتر من 11 ان شاء الله يعني انا متفائل ان هم هيفوزوا بفرق اقل ان شاء الله يعني نتمنى. هو بص الاهلي كده وكده كده احنا المفروض دلوقتي عندنا 3 فرص يا تلعب اول وثاني يا تلعب ثالث ورابع ان شاء الله يعني. مظبوط احنا بقول احنا عندنا 3 فرص لصداره المجموعه تعادل او فوز يورو فارم او تعادل
او الفوز بتاع مونبلييه ما تستبعدش برضه تعادل او فوز الفرق المقدونيه قويه جدا، والفريق ده تحديدا فريق قوي يعني. انا بقول لك فريق قوي جدا بيلعب دوري جدا. اوروبي، وهو يبقى بالنسبه له لا كمان هو داخل الجيم بالنسبه له هدف، انا مش عايز ان انا اتغلب والامور تبقى لا انا هبقى انا داخل انا بدافع عن اسمي وعن تاريخي، هو تاريخ الفريق عنده تاريخ وده وعنده طبعا اسمي. استعراض للاعيبته ان هم ثاني اقوى فرقه في العالم يعني، ده ثاني الدوري الفرنسي اللي هو ثاني اقوى فرقه في العالم يعتبر يعني. مظبوط، فهو كده كده عايز اللعيبه بتاعته عايزه توري نفسها، انه لان انت في الاخر اوروبا كلها على بعضها يعني الحدود والامور بينها وبين بعض ضيقه جدا، وانت لو لعيب من ضمن لعيبه يورو فارم اثبت نفسه ورى نفسه للراجل المدير الفني بتاع مونبلييه، ليه لا ما يفكرش في السنه الجايه؟ خلي بالك هو ده اللي حصل مع احمد هشام دودو، احمد هشام دودو السنه اللي فاتت كان بيلعب مع نيم الفرنسي، وقدر ان الراجل شافه مره واثنين وثلاثه في مباريات وفي مواجهات مباشره بين الفريقين، فكان على الفور هو كان اتكلم معاه انت عقدك يخلص امتى؟ عقده يخلص بنهايه السيزون، طب مضوا معاه والامور قبل نهايه الموسم ما يخلص، فهو كان مخلص احتياجاته بدري بدري. فدايما المدربين الاجانب في اوروبا بيبداوا يبصوا، مش بيبصوا على السيزون اللي هم شغالين فيه قد ما يبصوا على السنين اللي جايه كمان يعني. الحقيقه انت يعني اضفت لنا اضافه كبيره جدا محمد ناجز، منا المحترم جدا الشاطر جدا ربنا جدا، يخليك. شكرا ليك الحقيقه، ونتمنى ان مونبلييه ان شاء الله ما يكسبش اكتر من فرق 11 عشان نلعب نلعب على الاول والثاني مع برشلونه ان شاء الله يعني. يعني الحقيقه كل التوفيق لفرقه الهاندبول في النادي الاهلي، فرقه ماشيه في خطى ثابته جدا، معاهم مدرب محترم قوي مطور الفرقه بشكل كبير جدا، الموسم اللي فات مفنشين بمستوى عالي جدا، وادي الموسم ده هم ماشيين بخطوات كويسه في اول بطوله ليهم، نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله.